هذا الموديل لانفيرتد بندلم. ايش فرضنا بالانفيرتد بندلم؟ الماس مركزه بكتله مش هيك، وفيش عندي فيسكس فريكشن. فهذا الموديل اللي راح نشوفه الاي والبي والسي والدي له 1 انبوت. انبوت الواحد هو الفورس اللي على الكارت، الكارت لها ماس والبول في البندلم لها ماس. اوكي، فعندي هاي هون راح افترض انه بي بتساوي زيرو، اهملنا الفيسكس فريكشن، ثبتنا هون الانفيرتد بندلم، كل الماس مركزه هون. خلينا نفترض الكارت نفسها الها ماس ام والبول الها ماس اللي موجوده هون، وهذا ماسلس، الرود هاي ماسلس. هذا عشان تبسيط الموديل، المودلز اللي عقد بتكون الماس موزعه، في عندي فيسكس فريكشن، وعندي هون الانبوت يو اوف تي هو الفورس، عم ندخل فورس عليه وعم راقب تو اوتبوتس، او في عندي تو اوتبوتس بيطلع عندي، بيطلع عندي ثيتا as a function of time، وهون راح يكون x as a function of time. عندي 4 states، واضح انه عندي 4 states لانه عندي 4 by 4. ال 4 states هم ثيتا وثيتا دوت وx وx دوت. والموديل هذا بدلاله m وبدلاله الفيسكس فريكشن، عفوا بدلاله الماس اللي موجوده هون، وفي عندنا length مش هيك هون l، هذا لازم يكون موجود عندي، هذا اللينث موجود هون اللي هو طول هاي الماس تبعتها، طول الرد اللي موجوده هون وهي ماسلس، والماس تبعت الكارت الرئيسيه، والفيسكس فريكشن اهملناه. عندي هذا الموديل. هلا هذا الموديل عندي سنجل انبوت وتو اوتبوتس، احنا مراقبين اي اوتبوتس. اذا طلعنا على سي ماخذين الاوتبوت اللي هو ثيتا واكس، مش ماخذين ثيتا دوت ولا اكس 1 اكس دوت. فاللي طالعين عندي التو اوتبوتس اللي احنا مهتمين فيهم، واي بتساوي واي 1 بتساوي ثيتا اوف تي، واي 2 بتساوي اكس اوف تي، ولا العكس؟ مضبوط، ثيتا ثيتا بالاول. اذا عندي هلا هذا السيستم من هون. هلا هذا انا ممكن اعمل له الطريقه التقليديه اللي احنا عملناها، اللي هي بتستعمل شيء اسمه اكرمانز فورمولا. اكرمانز فورمولا اللي هي اي سي كي اي ار، وبتعمل هاي وبنحط بلو، بنعمل بليسنج للبولز. فخلينا ناخذ مثلا هون على سبيل المثال راح اعرف بي، وبي هون راح احطها ماينس 5 ماينس 7. ايش الوحدات هون لازم تكون؟ بي هي البولز، ديزايرد لوكيشن اوف البولز، لازم تكون راديانس بير سكند، سواء كانت ريل او ايماجينري. وبعدين عندي هون ماينس 2 بلس 2 جي ماينس 2، ايش لازم تكون؟ ماينس 2 جي، لانهم كومبلكس كونجكت، تاكد انهم مضبوط كلام. معنا هي الاربعه بولز اللي حطيناهم، ناقص 5 وناقص 7 راديانس بير سكند. واللي بهموني اكثر اللي بحدد الترانزنت ريسبونس مين هم؟ الدوميننت تو دوميننت بولز الكومبلكس كونجكت بير. هذول في عندي اربع بولز، هل هو ستيبل هون؟ ستيبل، هون راح يصير ستيبل، بس هو اصلا مش ستيبل السيستم. وبامكانك على فكره باللي عملناه قبل شوي انك تفحص الستابيليتي، بتقدر تفحص كل واحد من المودز وتشوف انه ستيبل وكنترولبل. احنا ممكن نفحص طبعا السيستم كله انه كنترولبل ولا لا. هلا هون رح نعمل بليسنج، اذا الكوماند رح نستخدمه هو كي، كي تساوي بليس، بليس اقوى من اكر. نعمل بليسنج للبولز على الاماكن الجديده اللي احنا طلبناها، اتجنب المالتيبل بولز في نفس المكان. يعني احنا حطينا على فكره تو بولز هون، حطينا ناقص 2 مش هيك، هدول هم التو بولز اللي هون، وهدول اللي بحددوا لي ترانزينت ريسبونس مش هيك. هاي شو بتحدد لي؟ هاي الزاوية زيتا، مش هيك، وهذا بحدد لي الرايز تايم والاشياء. وبعدين رحنا اخذنا 1 2 3 4 5 6 7، ما تحط 5 على 5 او 7 على 7، ما تعملش مالتيبل بولز، خلي هدول ديستينكت. فصار عندي هاي الاربعه بولز. ليش اربعه؟ لانه دي اربع ستيت. اوكي، فهي عملنا، بدنا نعمل بليسنج، بدنا البولز الجديده بعد ما اعمل ايش؟ امتى راح تصير هاي البولز الجديده؟ هي البولز تبعت السيستم. ايش راح اعمل حتى اخليها البولز تبعت السيستم؟ لا انا عمالي بقول هاي البولز اللي بدي اياها، البولز الاصليه تبعت السيستم مش هاي. من وين بطلع هالبولز الحاليه؟ من اين بطلع الايجن فاليوز تبعت ايه؟ بطلع معي البولز مش هيك، وبدك تعملهم هلا كانك تطلع الايجن فاليوز تبعت ايه. شو الايجن فاليوز هلا تبعت ايه؟ اي هي 0 0، وعندي هون 0 زائد و0 ناقص. ففي عندي هون على فكره في عندي دبل انتجريتر في الاوريجن. اوكي،
لكن انا بدي البولز انها تصير الارقام الجديده اللي حطيناها اللي هي هاي مظبوط هاي البولز الجديده اللي بدنا اياها مين اللي راح يحول لي البولز تبعت السيستم من البولز الحاليه اللي هي كانت 0 0 و بلس اي وماينس اي للبولز الجديده كنترولر شو الكنترولر ايش راح يعمل كنترولر ستيت فيربل فيدباك شو راح ياخذ راح ياخذ الفور فيربلز ستيت فيربلز راح يضربهم في كيس وراح يرجعهم يعملهم نيجاتيف فيدباك مظبوط تطرحهم الانبوت فاذا راح نعمل كي تساوي كي هون فيكتور رو فيكتور له اربع ارقام ايش الاربع ارقام راح يكونوا كي 1 وكي 2 وكي 3 وكي 4 ايش راح نضربهم في اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 هذا يساوي الكوماند بليس اي بي بي مضبوط عم تطلع كابيتال بي انا شايفها سمول بي كابيتال اوكي اذا شو عمل الان اخذ اي وبي ما اهتمش بالسي اخذ اي وبي وعلى اساس اي بي مش انا عندي بولز جديده راح تصير اي ماينس بي كي فاي ماينس بي كي فهي كي اللي راح يعطيني اي ماينس لو اخذت الايجن فالوز تبعت اي ماينس بي كي شو لازم تطلع ايش الاولد اي الاي القديمه شو كانت اي شو الاي الجديده بعد ما اعمل ستيت فيربل فيدباك الاي لا لا اي ماينس بي في كي مش انا ضفت كي ورجعتها وعملت لها فيدينج باك تتذكروا طلعنا الجديده الجديده راح تصير اي ماينس بي كي لو اخذت الايجن فاليوز تبعت اي ماينس بي كي شو المفروض تطلع ديزايرد بولز هدول القيم ايش هلا معناها هذا معنى هدول الارقام ايش ناقص 5 ونص شو راح اعمل في الناقص 5 ونص راح اضربها في x1 والناقص 1.369 راح اضربها في x2 وهاي في x3 وهذيك في x4 راح اجمعهم كلهم واطرحهم من مين من الانبوت ايش الانبوت بالحاله هاي f of t او u of t اوكي شو راح يعمل لي هذا راح يغير السيستم راح يغير البولز تبعت السيستم هو ما راح يتغير البولز تبعت الكارت والبندلم بس راح يتغير البولز تبعت كل السيستم مع الكنترولر الجديد اللي موجود هون هلا لو اخذنا ايجن فاليوز او خلينا نحط اي نيو هلا انتبه هاي اي نيو مش تبعت السيميلاريتي ترانسفورميشن هاي تبعت الكنترولر او اذا بدك سميها اي ستيت فيريبل كنترولر تساوي A minus B ضرب هلا ايج A S V C شو صارت؟ الايجن فاليوز تبعت ال A الجديدة هي الايجن فاليوز اللي احنا بدنا اياها وتحصلت عن طريق A minus B في كي